الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق كيف ابتدأ العذاب، وقع العذاب على قوم نوح الذين كفروا، أكثرهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، والقليل منهم الذين قبلوا الإيمان وما آمن معه إلا قليل. وأعطى الله سبحانه وتعالى نوحا إشارة وعلامة على بداية العذاب، وهذه العلامة قال بعض العلماء أن هذه علامة لكي يركب نوح ومن معه، ويركب كذلك كل زوجين اثنين في السفينة، على السفينة. شنو هذه العلامة؟ إذا فار التنور، في تنور مثل ما قلنا، هذا احنا الخباز الحين الخبز، التنور يكون على الجانب، لكن هو أساسا في السابق يكون إلى أسفل، فإذا فار التنور يعني امتلأ ماء، هذه علامة على شنو يا نوح عليه السلام؟ يلا اركب وسيحل العذاب. فيقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا، مو ما قالوا يلا وين العذاب يا نوح؟ ورنا، لا تطول السالفة. فيقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، امتلأ التنور من الماء، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فلما رأى نوح عليه الصلاة والسلام هذه علامة، قال المؤمنين وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. بسم الله نركب، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ركب قال بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الدعاء المعروف دعاء الركوب. فكذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه الذين آمنوا معه القليل، وقال اركبوا فيها، يعني في هذه السفينة، بسم الله مجريها أو مجراها ومرساها، يعني تجري هذه السفينة بسم الله، وترسو بسم الله، فلا يعيش المسلم إلا بسم الله، من غير اسم الله سبحانه وتعالى لا بركة. تدخل البيت من السنة أنك تقول بسم الله، فإذا قلت بسم الله قال الشيطان ما في مبيت. أنت لما تدخل إلى منزل وتقول بسم الله، الشيطان يقول فلسنا، ما في مبيت. وقبل لا تأكل وأنت بالبيت، قبل لا تأكل وقلت بسم الله، يقول الشيطان ما في أكل. بسم الله عند الدخول وبسم الله عند الأكل، إذن الشيطان قد أيس أن يبات معك أو يأكل معك. بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. رحيم رب العالمين بهؤلاء العصبة المؤمنة الذين آمنوا مع نوح، أنه حفظهم الله سبحانه وتعالى. وهي تجري هذه السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. إحنا بعد مرات نسمع أن جاءت عاصفة إلى دولة فلانية، أو حتى هذا اللي سبحان الله كان تذكرون قبل ما أدري 10 سنين أو 15 سنة، تسونامي ضرب يمكن أكثر شيء إندونيسيا، تبهدلوا الناس، ماتت ناس، يعني يمكن ارتفاع الموج كم؟ مترين؟ 3 متر؟ 10 متر؟ بس ما وصل العذاب اللي على قوم نوح. يقول الله سبحانه وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل الموجة كالجبل، جبل كم ارتفاعه؟ يمكن 1000 متر. الموج ارتفاعه المتر أكيد سيموت الناس، أهلك الناس، لكن حفظ الله نوحا ومن معه في هذه السفينة.
وهي تجري بهم في موج كالجبال. ثم يأتي موقف مؤلم جدا، لكن لا نأسى على القوم الكافرين. ونادى نوح ابنه، قال نوح عليه الصلاة والسلام من آمن يلا اركب في السفينة، وكذلك اركب الحيوانات والبهائم من كل زوجين اثنين. شاف ولده، تعال يا ولد. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فكأن بعضهم قال كأن ابن نوح كذب نوحا إن هذا العذاب ما راح يطولني أنا إذا صعدت فوق الجبل، لا أنا عارف في جبل أصعد فوقه أموري مضبوطة ما راح يحوشني العذاب. فرد عليه نوح قال يا لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ومن يرحم الله؟ يرحم المؤمنين. وهو يكلمه حال بينهم الموج، نوح يقول شيء ولده يرد عليه، نوح يقول شيء ورد عليه، فجأة دش الموج هذا بينهم. وماذا حدث؟ فصار من المغرقين هذا ابن نوح، فهلك بسبب كفره ولم ينجو، لأن في ذاك الوقت ما نجا إلا مؤمن، وكل كفار قد هلكوا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فانتهت قصة ابن نوح، خلاص هذا جزاء من كفر بالله سبحانه وتعالى ولو كان أقرب قريب. فبعدما أهلك الله سبحانه وتعالى الكفار قال سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. طيب وين هؤلاء الناس اللي كان نوح عليه الصلاة والسلام يدعوه من الله 950 سنة بأمر من الله؟ الله أعلم، يمكن دقائق معدودة، ساعات الله أعلم، لكن لا شك أن الوقت يعني قليل. فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك، تخيل الماء هذا اللي غطى الجبال بلغ يمكن آلاف الأمتار أو آلاف الأقدام كله راح دخل في الأرض، والسماء التي كانت تمطر مطر، تخيل الماء منسوب الماء ارتفع، ونسبة الماء سبحان الله. تذكرون اللي جاءنا شهر 11 سبحان الله شو المطر تبهدلت بعض المناطق، دش عليهم الماء واخترب الأثاث والسيارات راحت انجرفت السيارات. وهذا شنو المطر كم بلغ؟ يعني احنا نقول نتكلم عن جسر المنقف، يعني طيب كم جسر المنقف؟ 5 متر بالعادة ارتفاع الأنفاق 5 متر. شوف ايش صار فينا بهدلة اللي صارت سبحان الله بأمر من الله، فما بالك إذا كان الماء كالجبال، الموج كالجبال، مو بس 10 متر كالجبال سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ففتحنا أبواب السماء، السماء لها أبواب، نعم لها أبواب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مثل ما نقول حين شنا حنا فيها صب صب على الأرض، وفجرنا الأرض عيونا. إذن ماء منهمر من السماء والأرض تتفجر عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. هذا بعد ما دعا نوح عليه الصلاة والسلام أني مغلوب فانتصر. شوف شلون رب العالمين يستجيب دعوة المظلوم، دعوة الصادق، دعوة المؤمن، كما جاء في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه ربي لا ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مباشرة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وبعدين وذا النون، يعني صاحب الحوت هو يونس لما صار في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين مباشرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه القضية ليست فقط ليونس ولا لأيوب، لا، رب العالمين أعطاني إياها قاعدة، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا أنت كنت تعاني من مرض يقال عنه مرض مستعصي، ادعو الله وأنت موقن بالإجابة وسيكشف عنك الله سبحانه وتعالى الأمة. كان عندك ابن عاق، زين، طبيب نفسي ومعالج نفسي وناظر المدرسة، ادعو الله سيستجيب الله لك. عندك مشكلة مالية، عندك دين ما تدري من وين تسدده، زين، ما في راتبك، ما يكفي، الربع والأصحاب ساعدوك بس ما في، يفوق قدرتكم، لكن رب العالمين على كل شيء قدير. فلاحظ كيف يستجيب الله. فاستجبنا. ما عندك ولد؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مباشرة فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة مباشرة. إذن هذه قاعدة من رب العالمين، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا كانت كربتك عظيمة لا تقول ما حد ينجيني، لا تقول هذا المرض ما خلاص راح أموت، يستجيب رب العالمين. هذا هو الذي خلقك، هو يشفيك سبحانه وتعالى. إذن يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، راح الماء كله دش بالأرض، وقضي الأمر. 950 سنة نوح يكلمهم ليلا ونهارا جهارا وسرا، وينهم الحين؟ قضي الأمر، ما في ولا كافر على وجه الأرض، ولا كافر على وجه الأرض. هم صدقين الوضعية هكذا؟ سبحان الله، طبعا يصدقون، ما يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. واستوت على الجودي، قيل أن الجودي هذا اسم جبل، اسم جبل في شمال العراق. استوت على الجودي، يعني وقفت هذه السفينة ورست على الجودي، لأنها بسم الله حفظهم الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك قال نوح: ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. يعني يا رب، ولدي الذي غرق في الماء هذا مات، ويا رب أنت وعدتني. شنو الوعد؟ شنو الوعد يا نوح؟ أنك تنجيني وتنجي من آمن معي وتنجي أهلي، وهذا من أهلي. شلون يا رب مات وغرق بالماء؟ شلون يا رب ما ركب ويانا في السفينة؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا يعني جملة لطيفة وشريفة من نوح، يعني رب ترى أنا ما أحكمك وأنا ما أعلمك الحكمة، بل أنت أحكم الحاكمين، أنت صاحب الحكم وصاحب الحكمة وصاحب الإحكام والإتقان، رب العالمين وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله سبحانه عليه قال: إنه ليس من أهلك. رد الله سبحانه عليه قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك. شون يا رب مو من أهلي؟ أنا زوج أمه، هو ولد مني ومن أمه، من زوجتي. لا، حقيقة أنه ليس من أهلك، اللي ما آمن لك ليس من أهلك. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. يعني يا نوح، تدعو وترجو النجاة لإنسان كافر، هذا عمل غير صالح، هذا عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شو تسألني شو ما لك علم فيه؟ أعظك إياك أن تكون من الجاهلين. خلاص، في حاجز بينك وبين الكفار، أنت دعوتهم إلى الله وما استجابوا، وطلبوا منك استعجال العذاب، وجاءهم العذاب وأغرقتهم، فلماذا تسألني عن ابنك الكافر؟ هذا ليس من أهلك. وفي قراءة: إنه عامل غير صالح. طيب، ف
فمباشرة قال نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لاحظوا أخوان الكرام قضية مهمة جدا، دائما يكون في استغفار وتوبة من الأنبياء بعد تقصير. إذا كان في شيء من التقصير، كان في ذنب، مباشرة تجد بعده توبة. لما أكل آدم من الشجرة، مرت ويانا الآيات أكثر مرة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب لما أكلا من الشجرة هذه معصية لله سبحانه وتعالى، لأن رب العالمين هاهم أن يقترب من الشجرة، هما اقترب وأكل، لكن مباشرة تاب وذكر الله توبتهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا ربي إذا ما غفرت لي ما رحمني أنا الخسران، فالرحمة منك فقط والنجاة منك فقط يا رب العالمين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمر الله سبحانه وتعالى نوح بأن يهبط. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، سلمه الله. ليش؟ لأنه ركب بسم الله ورست السفينة بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها. هذه ترى بركة ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني يجب على الإنسان أن يعيش مع الله سبحانه وتعالى. تدخل البيت بسم الله، تخرج من البيت كذلك بسم الله، تأكل بسم الله، تنام أنت لما تنام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، لما نصلي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة، ترى يعني سبحان الله هذه بركة من الله وهذا حفظ من الله. للأسف كثير المسلمين ما يهتم، واللي يدلك على هذا لما تشوف عيالهم، خلي يصير مثلا في اجتماع دوانية ولا عشاء ولا شيء، تعرفوا من أولادهم الولد يأكل باليمين باليسار من غير ما يقول بسم الله ينتقد الأكل، وين البركة؟ نزعت البركة. فإذا أردت الحفظ والبركة فاذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، شوفوا مو بس بركة، بركات، هذا جزاء المؤمن وكذلك نجزي المحسنين. وعلى أمم ممن معك، السلامة والبركات لك ولمن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وفي لا ترى يا نوح في ناس كفار تأتي من ذريتك، يعني مو كل ذريتك سيؤمنون، وبالفعل جاءوا كفار مرة أخرى إن شاء الله كما سيأتي في عاد، وبعد ذلك ثمود، وبعد ذلك مدين، ما خلت الأرض من هذا الكفر، وتقوم الأرض على الكفر، وتقوم الساعة على الكفار. شو اللي راح يصير؟ سنمتعهم، بيستانسون ويصير عندهم زروع، ينحتون من الجبال بيوتا ويأخذون منها الدنيا. لكن ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ثم يمسهم منا عذاب أليم يوم القيامة يا ويلهم، ما لهم إلا جهنم العياذ بالله. طيب الكلام هذا اللي صار، الكلام اللي قصه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قريش، على مسلم وكافرهم، هذا لأن سورة مكية نزلت قبل الهجرة، من وين جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمه من أبيه؟ لا والله، ما مات وما رأى أبا عليه الصلاة والسلام، بل كان أميا ولا قرأ الكتب عليه الصلاة والسلام. شوف شلون رب العالمين حفظ الدين، حفظ الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، لأن لو كان يقرأ ويكتب كان قالوا إيه أكيد هذا محمد قام يعلم الناس لأنه قرأ كتب الأولين، أساطير الأولين. طيب ما يعرف القراءة ولا يعرف الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. طيب يا محمد من وين جبت الكلام هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. شفت هذا؟ هذا من الغيب، أبو طالب أبو جهل أبو لهب وعبد المطلب جدك، إنزين، وهؤلاء الناس الكفار وكذلك مسلمين ما يعرفون الأشياء هذه، ما حد يعرفها. من أين جئت بها يا محمد عليه الصلاة والسلام؟
تلك من أنباء الغيب. شلون؟ يوحي عليك وحي أرسل الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذه المعلومات، ما كان يعرف قصة نوح أنه أرسل إلى قومه ولبث فيهم 950 سنة وكان يدعوهم ليلا ونهارا وجهارا وإسرارا وبنى السفينة وفتحنا أبواب السماء بماء. ما كان يعرف هذا الأمر، وكذلك قومه عليه الصلاة والسلام. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. شوفوا الحين القصة هذه ليش؟ هذا أهم شيء، اصبر يا محمد. وكذلك اصبر أنت أيها المسلم أيها الداعية. ليش؟ لأن في الطريق عقبات كثيرة، في الطريق عقبات كثيرة. يمكن تبع مرات أنت بتسوي محاضرة يمنعونك، يمكن بتسوي صلاة عيد، يمكن هذا يصير في بعض الدول دول كفار، يمكن بيصلون في المسجد ممنوع، امرأة محجبة تدرس في الجامعة ممنوع، تجي دوامها مثل كل يوم يقول لا قانون جديد إنك لازم تخلعين الحجاب. فيقول الله سبحانه وتعالى فاصبر، الدنيا هذه دار ابتلاء يجب عليك أن تعمل وتصبر، لأن من غير صبر ستموت ولن تعيش. استعينوا بالصبر والصلاة فاصبر. ليش؟ إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. فلا تستعجل أخي الكريم، لا تستعجل، اصبر وستنال. يعني الواحد يقول يا أخي ليه متى بس ملينا، صار لنا 3 سنين احنا نراكب بالأوراق عشان بس نفتح مسجد. زين 3 سنين بس؟ نوح عليه السلام 59 سنة، انت الحين متضايق عشان 3 سنين؟ او بعض مرات واحد يقول لا يبغى ورقة من الشؤون ورقة من الأوقاف ورقة من الداخلية ورقة. طيب روح شغل، انت ابذل السبب اللي عليك. سالفة ان النتيجة انا ما قام اشوفها هذا مو شغلك. هل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رأى وعاش لما فتحت مشارق الأرض مغاربها وصارت الإسلام؟ ما شاف الأمر هذا. النبي عليه الصلاة والسلام عاش إلى أن رأى مكة دولة مسلمة، والمدينة الأماكن اللي حواليها، لكن وين الشام والروم وغيرها الأمور هذه والأندلس وصوب الشرق ما شافها عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحترق عشان يشوف مشارق الأرض مغاربها المسلمين؟ لا، لكنه كان يعمل اللي عليه. هذا هو المهم، انك تعمل اللي عليك. يعني مثل لو طالب ولدك يقول لك يبا الامتحان اكيد راح يصير صعب وفي معلومات ودكتورنا هذا او هذا مدرسنا يا ابني انت ادرس تسوي اللي عليك، اذا جاء شيء صعب ما تقدر عليه خلاص ما حد بيحاسبك، ما احنا محاسبينك، بس اهم شيء انت سوي اللي عليك. عندك انت كتاب درسه ودفتر واجبات راجعه، عندك أسئلة لمراجعة ادرسها، ركز واحفظ، عندك أشياء محفوظة احفظها، أنت سوي اللي عليك. كذلك المسلم عليك أنت شنو تدعو، عندك زوجتك ادعوها للإسلام، ادعوها للصلاة، للحجاب، للعفة، للطهر، علم الشرع. كذلك أولادك مرون بالصلاة، هم أبناء 7 واضربهم عليهم هم أبناء 10. عندك قومك، عندك جيرانك، عندك أهل المسجد، عندك المسلم وغير المسلم، تبذل اللي عليك. لكن والله ما صاروا مسلمين مو شغلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. جزاكم الله خير على الاستماع، وصلي الله وسلم.